في أول تجربة برلمانية لها تجد جميلة نفسها أمام مسؤوليات تقول إنها جسيمة، وتصفها أنها نتيجة طبيعية لترجمة طموحها السياسي الذي خولها بتمثيل الناخبين في البرلمان. النساء هم اللي شكلوا أغلبية المجتمع الموريتاني، وكانوا فعلا موجودين في البرلمان وموجودين في العمل كامل قريب صفة بالنسبة قليلة، وهي النسبة الحمد لله هذه السنة تشكل 23.3%، وفخورين طبعا أن نعود نشاركوا في تشريع قضايا الوطن كاملة عن طريق الجمعية الوطنية. موريتانيات يدخلن البرلمان لأول مرة، زيادة تصفها منظمات المناصرة بالطفيفة عن نسخته السابقة، في خطوة وإن كانت إيجابية إلا أنها لا تتناسب مع واقع العمل النسائي على حد تعبيرها. الحصة اللي حصلنا عليها ضرك ما تتماشي مع أهداف الألفية، بين الأهداف الألفية تقول 50% للرجال 50% للنساء. احنا لا نتقدم شهر، راجعين نوصل له قبل 2030 ان شاء الله، قانون 2012 يلا يتغير شوي، يلا يتغير وتوف، ياك تنعطى العليات هذه الحصه، يعود تنعطى لهم حصه وتمكنوا من يلحقوا ذيك 50%، والله يدغلوه. الجهات الرسمية تتحدث عن تمثيل للنساء تجاوز 35% من المجالس المحلية، فيما لم تصل إلى ربع البرلمان في الوقت الذي كان الهدف أن تتجاوز النسبة 30%. النسبة التي حققتها المرأة الموريتانية في الانتخابات البلدية والبرلمانية والجهوية الأخيرة كانت نسبة الحقيقة جيدة جدا، فقد تجاوزت الثلث فيما يتعلق بعدد المستشارين البلديين والجهويين، وجاوزت الخمس فيما يتعلق بالبرلمان. نحن نعتقد أيضا من خلال السياسات التي لدينا لتسعي إلى ترقية المرأة أننا نتقدم وقدما إن شاء الله في 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 تعزيز المؤشرات المرتبطة بالمشاركة السياسية للمرأة الموريتانية. ويضم البرلمان الجديد 42 امرأة من أصل 176 عضواً، أي بزيادة 11 مقعداً عن الانتخابات السابقة، في الوقت الذي تسعى البلاد إلى تحقيق المناصفة خلال السنوات الثمانية القادمة. ما زال بلوغ أهداف الألفية في المناصب الانتخابية المرسومة للنساء في موريتانيا يواجه تحديات كثيرة، على أمل أن تطرأ تحسينات على النظم الانتخابية تسمح ببلوغها في أقرب الآجال. طيب الغوث الحرة، نواكشوط.